نشاهد الآن أو نستمع لمحمد يماحي موجود معنا على الخط نائب رئيس شركة الاتحاد كلبا لكرة القدم يجيبنا على هذا التساؤل. أستاذ محمد مساك الله بالخير. خير نور أخي حامد ومساكم الله بالخير أخواني والأساتذة المتواجدين معك في الاستديو وشاكر لكم هذا الاهتمام بنادينا وكل أندية الدولة وندل نعم. هذا الشيء على يدل طبعا على اهتمامكم برفع المستوى المستوى الرياضي في 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 انديتنا. استاذ محمد تفاجانا بخبر انتقال اللاعب ياسين البخيت. اول سؤالي الاول على اساس نكون واضحين، هو انتقال اعاره ولا انتقال كامل شراء كامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، احب من خلال برنامجكم الكبير ان اوجه الشكر للكابتن الخلوق الكابتن اللي ساعد الفريق فيه بشكل كبير الكابتن ياسين البخيت، والانتقال طبعا انتقال نهائي مش اعاره اللي هو فسخ العقد من قبلنا وانتقال الى اشقائنا في نادي طفره. طيب هل كان باتفاق ما بينكم ام فسخ العقد من طرف واحد او يعني الطلب كان من طرف واحد؟ لا العقد انهي من قبلنا، وطبعا اعتقد الاخوه في نادي الظفره تم التعاقد مع اللاعب. اذا انتقل الى الظفره بلا مقابل؟ لا بدون مقابل. نعم. طيب ما سبب التخلي عنه؟ والله استاذ حامد هي الرؤيه الفنيه للمدرب الفريق، لا ليس تقليلا من هذا اللاعب لان اللاعب ذو امكانيات عاليه بطبيعه الحال ونكون له كل تقدير واحترام، وبالعكس زي ما قلت لك في المقدمه انه ساعد الفريق بشكل كبير، لكن احيانا الظروف ما تخدمه او طبعا قيم المدرب والوقوف في النادي تقييم الاخ ياسين في الفتره اللي فاتت انه نحتاج لاعب ايضا عنده استطاعه تسجيل الاهداف ومساعده الفريق بشكل اكثر، لكن هذا لا يقلل من قيمه لاعب ياسين.